وإذا كان العبد في حالة الموت، طبعا العبد عندما يقول العبد أي المطيع، يقوم على رأسه ملائكة يتفق. نحن سمعنا بعض الموتى في ساعة الاحتضار هكذا ينحني يسلم، تقول تسلم على من ليس في غرفة المستشفى أحد، في غرفة الإنعاش لا أحد، يقول ألا ترون من حولي؟ هذا يتفق. بعض المؤمنين يعيش البرزخ قبل الموت، يسلم على مواليه وهو على وعيه، هذا المعنى اتفق. سمعت عن أحدهم سموه لي بالاسم، كان في ساعة الاحتضار قبل الموت يتكلم كلاما قاسيا، كلاما هكذا فيه حال من حالات التنفير. قالوا له من تدمع من تتكلم هذا الكلام؟ قال الشيطان جالس يريد أن يسلب مني الإيمان في آخر اللحظات. إذن بعض الموتى قبل الموت يسلم ويبشر، وبعض الموت وبعض المرضى يخاطب الشيطان. المهم يقوم على رأسه ملائكة. نرجو من الله عز وجل أن نكون جميعا هكذا ميتتنا. بيد كل ملك كأس من ماء الكوثر، هذا الذي ستسقى يوم القيامة. البعض طبعا هذا الكأس تأتي عينة منه في الدنيا، وكأس من الخمر، الكوثر له طعم والخمر له طعم، يسقون روحه حتى تذهب سكرته ومرارته، ويقولون له طبت وطاب مثواك، إنك تقدم على العزيز الحكيم. أنا عندما وصلت لتتمة الرواية أقول يا ليت أحدنا عاش هذا الخطاب. ماذا يتقول الملائكة؟ إنك تقدم على العزيز الحكيم الحبيب القريب، إنك تقدم على العزيز الحكيم الحبيب القريب، ستنتقل إلى حبيبك. من هو المراد هنا؟ رب العزة والجلال. إذا كان مثوى الإنسان ضيافته عند الحبيب القريب ماذا حاله؟ كلمة أخيرة، كلمة عزرائيل تبعث الرعب في القلوب، ولهذا في المثل الشعبي عندما يراد يقال شخص مخيف يقول كعزرائيل على رأسي. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أدري هذه الرواية يمكن استيعابها أم لا، يقول إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى. يا له من تعبير. طبعا هذه الحالة لكبار المؤمنين، وإلا عزرائيل هذا الملك العظيم ليست هكذا حالته أمام كل أحد. فيقوم وأصحابه لا يدنون من حتى يبدأه بالتسليم ويبشره بالجنة.